كانت الحنفيات النقطة المحورية لمفهومنا المعماري، حيث كانت تتشكل الفناءات والساحات بحسب موقعها. فبينما تتمركز التماثيل في كل ساحة في الغرب، كانت تتمركز هنا الحنفيات كونها أكثر عملية ونفعا. ولهذا السبب أيضا أطلقت أسماء الحنفيات على الساحات والشوارع الصغيرة. وإلى يومنا هذا هناك أمكنة مهمة بإسطنبول تذكر باسم حنفياتها، مثل ميدان التشيشمة وحنفية الفراق. وزعت الحنفيات كمجوهرات ملابس العيد على نسيج شوارع اسطنبول. يقول المهندس المعماري البروفيسور شولت: هذا الحب والاحترام الكبير للماء في الشرق لم نعرفه، ونحن القادمون من أوروبا إلى الشرق لا يمكننا معرفة قدرة الماء التي تحيي إلا هنا. الحنفيات التي تعتبر جزءا مهما من ثقافتنا وحضارتنا كانت دائما نقطة محورية تتدفق فيها المياه بغزارة وتوفر التفاعل الاجتماعي. بالإضافة إلى ما توفره الحنفيات من نفع وخدمة، فهي أيضا منتوج لمفهوم فعل الخير والوقف. جزء مهم من هذه الروائع الفنية شيدت كحنفيات للمصليات. كانت حنفيات المصليات تؤدي وظيفة مهمة خلال الفترة التي تم تشييدها فيها، حيث أنها كانت مصدر حياة لكل من يسافر مع الحيوانات والقوافل، لأنها كانت توفر لهم إمكانية سقاية حيواناتهم والوضوء فيها بكل راحة، والصلاة على المصلى الموجود بمحرابه فوق الحنفية. وفي تلك الأثناء كانت أشجار البلوط التي تزرع مع بناء الحنفية تظلل الحيوانات. حنفيات المصليات بكتاباتها وأبياتها المكتوبة تحتل مكانة مهمة في فننا الكتابي وأدبنا، بالإضافة إلى الهندسة المعمارية لها. وقد وصلت إلى يومنا هذا نماذج قليلة جدا منها،